صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 79 لسنة 2021 بتعديل المادة الأولى من المرسوم رقم 35 لسنة 2016 بإنشاء اللجنة العليا للتخطيط العمراني وجاء فيه المادة الأولى يضاف إلى المادة الأولى من المرسوم رقم 35 لسنة 2016 بإنشاء اللجنة العليا للتخطيط العمراني بند جديد برقم 2 ويعاد ترقيم وباقي البنود تبعا لذلك نصه الاتي مستشار الامن الوطني الامين العام لمجلس الدفاع الاعلى